سلام دراري والدريات، مرحبا بكم في فيديو جديد وفي موضوع جديد. الموضوع اللي غندوي عليه اليوم مهم بزاف، داكشي علاش غنطلب منك قبل ما تكمل الفيديو انه تشاركوا مع الصحاب ديالك والعائله ديالك اللي كيهمهم هذا الموضوع. ولا كان عجبك الكونسيبت اللي كندير فما تنساش دير سبسكرايب ولايك، ولا كانت عندك شي ملاحظه فما تنساش تخليها ليا في الكومونتير. فالموضوع اللي غندوي عليه اليوم هو انه كاين بزاف تاع الناس كيريسكو في البحر ولا كيريسكو في البر باش انهم يوصلوا لاوروبا، كيعرضوا حياتهم للخطر على والو. وكاين الناس اخرين اللي كيدفعوا الطلبات ديالهم لدول كبار بحال المانيا واسبانيا وفرنسا وبلجيكا، وفي غالب الاحيان ما غيتقبلش الطلب ديالهم لان هاد الدول هادي كيدفعوا لها بزاف ديال الطلبات في السنه، وفي غالب الاحيان ما غتقبلش الطلب ديالك واخا يكونوا موفرين فيه جميع الشروط. فانا في هذا الفيديو جبت لكم 5 دول اللي كتمنح التاشيره ديال شنغن بسهوله وبدون عراقيل. فالتاشيره هذه كتخليك انك تدور اوروبا كامله بدون عراقيل وبلا مشاكل. وايضا جبت لكم 5 دول من العالم اللي هي بدون فيزا، وانها كتطبع لك الفيزا فاش كتوصل للمطار عندها. فقبل ما نبدا فالتقرير فاش جبت هذه المعلومات كان ديال 2019، لان 2020 ما كانش حركه السفر بزاف بحكم فيروس كورونا. لذا غتلقاو اللين ديال هذه المعلومات هادو في الديسكريبشن بوكس في التحت ديال الفيديو. فكتجي في الرتبه الاولى الدوله ديال ايسلندا. فكنعرفوا كاملين هذه الدوله، فهذه الدوله هذه كتعتبر من اكثر الدول اللي كتمنح التاشيره ديال شنغن في الاتحاد الاوروبي من شحال هذه. فغير في سنه 2019 رفضت ما يقارب 73 طلب من مجموع ديال الطلبات اللي تقدموا لها، اللي تقدروا ب 7910 ديال الطلبات في العام كامل. فهذا الرقم كيخليها انها تكون من اكثر الدول اللي كتمنح التاشيره بسهوله. اما الرتبه الثانيه فكتجي الدوله ديال فنلندا. واللي حتى هي من الدول الاسكندنافيه. فهاد الدول هادو كيتميزوا بجوده العيش، فدائما كتلاقاهم هما الاوائل في مؤشرات التنميه ومؤشرات السعاده وجوده العمل وبزاف ديال المؤشرات اللي كتدل على حياه افضل. فحتى هي كتعطي فيزا شنغن بسهوله من بعد ايسلندا. ففي سنه 2019 رفضت غير 1% من مجموعه ديال الطلبات اللي تقدموا لها في العام كامل. فهاد النسبه هادي كتخليها انها تكون من افضل الدول اللي كتمنح التاشيره ديال شنغن بسهولة. اما في الرتبة الثالثة فكتجي الدولة ديال ليتوانيا. فالاغلبية الاغلبيه ديالكم ما غتكونش كتعرف هذه الدوله فين جات. فهاد الدوله هذه كاينه في الشمال ديال اوروبا حدا السويد. فهاد الدوله هذه تصنفت في 2019 في الرتبه الثالثه كاكثر الدول اللي كتمنح التاشيره ديال شنغن بسهوله، فقبلت ما يقارب 99% من الطلبات اللي تقدموا ليها، اي ان ما بين كل 100 شخص رفضت شخص واحد. وغتلاقى هاد 1% اللي رفضت عندها شي مشاكل في الدوسي، وان الدوسي ديالهم ما متوفرينش على الشروط الكافيه باش انهم ياخذوا هاد الفيزا. اما في الرتبه الرابعه فكتجي الدوله ديال استونيا، واللي حتى هي كاينه حدا ليتوانيا. فهاد الدوله حتى هي كتعتبر من اكثر الدول اللي كتمنح التاشيره بسهوله وبلا مشاكل وبلا حتى شي تعقيدات. وكتجي في الرتبه الرابعه الدوله ديال استونيا، اللي كاينه حتى هي حدا ليتوانيا. فهاد الدوله كتعتبر ايضا من اكثر الدول اللي كتمنح التاشيره بسهوله وبلا مشاكل وبلا حتى شي تعقيدات. ففي 2019 رفضت ما يقارب 1.21% من مجموع ديال الطلبات اللي تقدموا لها في العام كامل. وفي غالب الاحيان غيكون هاد 1.21% اللي يقدموا لها الطلبات غتكون ناقصهم شي حاجه في الدوسي ديالهم. واخيرا وليس اخيرا كتجي الدوله ديال لاتفيا في الرتبه الخامسه. فهذه الدوله حتى هي كاينه حدا الدول اللي ذكرناهم سابقا اللي هما ليتوانيا واستونيا. فهذه الدوله في سنه 2019
رفضت فقط ما يقارب 1.55% من عدد الطلبات اللي تقدموا لها، أي أنها قبلت ما يقارب 98.55% من مجموع ديال الطلبات اللي تقدموا لها في العام كامل، وهذا رقم كبير كيخليها أنها تكون من أسهل الدول اللي كتمنح هذه الفيزا بسهولة. أما دابا فغنعطيكم من أجمل 5 دول اللي بدون فيزا ولكن كرشوا لك الفيزا فاش كتوصل للمطار. فمن الشروط أنه يكون عندك البي ديال الرتور، وأنه يكون في الكونت ديالك ما يكفي باش أنك تدور في ذاك البلد في ديك المدة اللي هي محددة. فكتجي في الرتبة 5 تركيا، والمدة ديال الفيزا ديالها 3 شهور. فتركيا كاملين كنعرفوها أنها من أجمل البلدان اللي كاين في العالم من ناحية ديال السياحة، وعندها تاريخ كبير، وأيضا المعيشة فيها رخيصة نظرا للسيرفيس اللي كتقدموا ليك. أما في الرتبة 4 فكتجي واحد الجزيرة اللي كيمشيو لها غير الأثرياء، ولكن حتى هي بلا فيزا، المدة ديالها 2 شهر، واللي هي المالديف. فكامل كنعرفوا المالديف الجمال ديالها وانها كتعتبر من اجمل الجزر اللي كاين في العالم، ولكن غاليه بزاف، وايضا الطائره غاليه نظرا للبعد ديالها. وكتجي في الرتبه الثالثه الدوله ديال اندونيسيا اللي كتعتبر من اجمل البلدان اللي كاين في اسيا، واللي معروفه بالجمال ديال الجزر ديالها والكثره ديالهم. فمن اشهر الجزر هي جزيره بالي. ايضا اندونيسيا معروفه انها رخيصه بزاف، والمعيشه ديالها رخيصه بزاف، وفيها السيرفيس ديال السياحه زوين بزاف. وكتجي في الرتبه الثانيه الدوله ديال البرازيل. فكان كنعرفوا الجماليه ديال الدوله هذه، ولكن الطائره ديالها غاليه لان البرازيل بعيده بزاف، وكنسمعوا ان البرازيل فيها الاجرام وداك الشيء، ولكن حنا ما عارفينش، حنا ما زرنا حتى فين. وكتجي في الرتبه الاولى دوله عربيه واللي هي الاردن، ولكن غير فوق 36 عام بالنسبه غير النساء، فاللي تحت 36 عام ضروري انها تكون عندها الرفيق ديالها بحال الزوج ديالها ولا الاب ديالها ولا خوها. فهادشي من ضمن القوانين ديال دولة الأردن الهاشمية، ولكن المشكلة هو أن دولة الأردن غالية بزاف، ولكن فيها بزاف ما يتزار، وفيها بزاف المناطق السياحية اللي كيستحقوا أنك تزورهم. وكانت هذه نهاية الفيديو، نتمنى أنك تكون استفدتي ولا عجبك الكونسيبت اللي كندير. فما تنساش تخلي لي سبسكرايب ولايك، وإذا كان عندك شي ملاحظة ولا شي اقتراح فما تنساش تخلي عليها في الكومنتير، ونتلقاو إن شاء الله في فيديو جديد.